بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. وسبق حال ما بحرف جر قد أبولا أمنعه فقد ورد. إما قسما لا حال كلك حال دبنا كده بدوايا دينا سر زي الحال حال زي الحال وكم تلاو خبر وان مبتلا دبنا معرفة بيا خبر دبنا كده بيت زي الحال جسل أويا معرفة بيت خبر جسبنا كده بيت دقيقا ليرا دابوي زول بحثك خارج بين أوش تاني كالباب مبتدا خن من كمبتدا نكير بيت باشا مبتدا نكير بيت و أو وقتا مصوغي دابي واتا مجوزي دابيت كام شتانا مجوز بون بو مبتدا كنكير بيت دكري همان شتان بيني بوزي الحالو او انا ببنا مجاوز بو انا كيربوني يعني يك بابا ويك وادي ابو كردي تسنو سري كرشا الا ان كيرنا بيت بغالبي ذو الحال بمشرتا اقد لدوا ونبد اي قال دوا ابو دوا كوت بلدك لنا كيربت لو لا شو قال بيرد بي قلت ما خبر اقل فيش كوت تكريم متلاسبه نكيربت افر او يخصص يا ما دام نكيرنا بيت ذو الحال ما دام تخصيص ندري ايجا تخصيص لا مشكله يعني. لو لاجد متلاخر مع المتلاقي نكره وصف مقدر يا مذكوري بوات اشكاله يعني اذا صحيح او يبين من بعد نفي او مضاهيه كلا دقيقا ليش او اشتبو انبخشا يبين يعني يظهر يا ظاهر بيد مبتدا ذي الحال لدوا نفي شبه نفي او بيد بو شونك لكلامي نفي وشبه نفي ده أن كلا مفيد عموما دي عموما مبتدا وخبر معفو مبتدا كده توان أن كلا بيت لواقع على سيده سريع دوشد يا مبتدا كعام بيت يا مبتدا كسبت تخصيص لا بدأ تخصيصك يا بوصفة يا بإضافة وابو مضاهيه يعني شبيه نفي وكتي مثال بشبه نفي كده نتوانا لا يبغي امرؤ لا يبغي امرؤ على امرئ عرضي جناب الدكم تعدى وتجاوزنا كهيس بيهيك لسيس بيهيك مستسهلة كحالي او بيهوابك تعدى لك مستسهل بي يعني تلف بسوك بزاني ولبل او كبيسو كتبك تعدى بك كاس كاريك لو نوعنا كات اولي ركان دا عرضي جناب الدكم امرؤ النكيلية زي الحالش بلام نكير بونكي تشي إجازي بيدادا وعقبين لدوا كلامي شبه نفيه ويا كلا يبغيه أي خوب دي قد كأم شعرت وزا معناكي جوان لي ود نبيو درنا كبد ام جباسي او من بوكات كعرزي جناب الدكم حالك حالك حال دتواني بيش كوي بسر زي الحالك ده كزي الحالك بحرف جر مجرور بيت ايش تيوا دروس يا دروزنيا حال بسر زي الحالك بيش كوي كزي الحالك تيا بحرف جر مجرور بيت الله بيش كوتيني حالك كوا بحرف جر مجرور بوبيت أبو علماء نحو ما نعيبون كتويانا زي الحال أجر بحرف جر مجرور بو لو بشنية كوا زي الحال دوا كيو حال بيش بكيت حالو بوكا يعني بنوع استثناء لو دو شريف بيشو كيخونا ما لم إن لم يتأخر يعني حال جا أمزا سبقا لا ترشي بشارك دا ضروري او برشويني كضروري ببحثي كمنا وكي كباسي ناكم سبق مفعولي أبوا
أبو واو كفاعل كيتي باوكا سبقة يا مفعول كيتي يعني أبو سبقة حال أمجا سبقة بوخوي كمفعول أبوا مصدرشة إذا فكرة برو فاعل كيك حالة مانع بن بيش خصتني حالك بسر زي الحالة إذا ما كماي موصولة تعبير لزي الحال ما كباوشي من مفعولي سبقي بقول بن حال فاعلي سبقه وإذا فكرة سبب ولا لمحل مرفوع فاعلي سبقه ما كماي موصوليه أرزي برادري خومكم لواقع دا أرزي برادري خومكم مفعولي سبقه فس أولي دي أرزي برادري خومكم ما نعبن بيش كوتيني حالك بسر ما زي الحالك دا كبحرف زر مجرور ببيت لم حالوي أأوي معناك بلان ابن مالك قصي خويك على ولا أمنعه فقد ورد على من اشتوى ما نعناكم بلا منه قد غني اشتوى بلا منه وحال أقرز الحالك بحرف زرج مجرور بيت دكليتيا حل دواب بيت دكليت دواب كي يزل حالو حال بيت في عشو هيدش كالتين أبو شو قلنا فقد ورد الله لشوينك هاتو كزوزو فصيحة ايش كشوية كقرآن مطلبك ورقرت زرتك بسم الله الرحمن الرحيم ولم ينكر غالبا ذو الحال نكر نابد بزوري وبأغلبي ذو الحال هل وكو مبتدع بزوري معرفية أمج بزوري معرفية بوتشون كوكو أرزم كردي مبتدع لمعنى دا بو أوشك مبتدع نكر بيه مجاوز ما عنده دقيقا جاء وقت الفرمين إن لم يتأخر أم كارا أما قياس بصوم مبتدع لواقع دا بشتى الدواء ونبت أي قال الدواء ودك لنا كيري بد أقال الدواء ونبو نانا كيرينيا أو يخصص أو لم يخصص يا بو شرطة كوا تخصيصنا خوار بأي قال تخصيصي خوار بزي الحال دك لنا سيبا دك لنا كيري بد باش أو لم يبن أي يظهر واقعا من بعد نف أو من بعد مضاهيه فعلي سرت بيعتنك هو يبو حالة شتاني يا بو شرطة كوا ظاهر نبو بحال در نكوت بحال كواقع أبو بيه لدواء نفيه ويا لدواء شبه نفيه شبه نفيه هو النفي والاستفهامه حال لازم نبي وينكر أي يجوز تنكر إن تأخر أقر دواء نكوت أقر تخصيصي نخوارت أقر لدواء نفي شبه نفيه ونبو ذي الحال معرفة أي أقر وانبو عليه قربان وينكر أي يجوز تنكره درسته ببتنكره إن تأخر بشرتك كواتي دواكوت زي الحال دواكوت كقوله وشعد له لميت موحشا طللو يلوح كأنه خلل رواية أبشع لزوري المشهورة هم لا بلاغة شادية هم لا أكسري كتاب نحوية كان داتي آتي طللو مبتدا لا للشعر كذا طللو مبتدا كوا خبرك اي طللو مبتدا كوا خبرك اي بس نوصل اين خبرك اي بدا يلوحو لا يلوحو جمله لدوانه كيرو دي بتجي شيء صفات قبوله بس صفات لميت خبر مقدمه بك حالي بي ذاتك أرزي برادري خونك موحشا سيا حالة أيوانيا حالة وبيش كوتوا كوازي الحالة كمان طللوا دوا كوتوا أصلك آوى لميت طلل موحشا أصنا آوى بأصلك لميت طلل موحش يا داشتك بنفذ قاعدي كده يا وا اصلا كتبوا لي ميتتي طلل موحش وحش نكتب وتتي لا حال مصوبه اصلا كيد بودلم لميت الطلل موحش قاعدي كده حبيت هذا طلل اي بوتشون بتحال قاعده كتشيا ها كاتك ايما كاتك بس
مثلا مثلا هر بونی مونه بام نتوان بیل آن دم مگر آب بام مثلا رجلون فی داری اگر آب شو بیلن رجلون چون کی نکیره فی داری دبتا صفت کی بلام کاتی گلن فی داری رجلون آواز جای کم عن عوض کلوه فی داری دبتا خبر کی و رجلون دبتا مبتدا قیدا که خو مبتدا و خبر نیم شتیش که کاتی موسط تلدون محشون أو لميت أفرين نعت نكرة أو يقعدك ونعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالا وقعته بسونك صفة نكرة بيش مصف كوي أيجا بيش كود دل صفة نكرة ما دام بيش مصف كود يتل صفة مصفية دشورتها أبيبتي بحال أو أصلا كيفك أو منظور بار زرتك يتر بلان تللون هر منصوفة أم صفتي كمحجبة لسن راوتواني يلوحو بتا صفتي وقتي أو تخصص بوصف وكتي نحو لما جاءهم بلا بلا موحشا باري لغتي كي موحشا وكاد يعني وحشناك كوا إيجادي وحشدك طلل عرضي جناب دكم آثاري مال كدرو خيو تيكتشيد حسواركي ديارة دلي ميت خانم ميت ناي خانميك بو ميت خانم عرضي جناب دكم طللك يا آثاري دارمان ورخاني مالو دياركي جوريك موحش كحالي ويا إيجادي وحشدك يلوحو يلوح يعني يظهرو ودردك ويك أنه خلل قويا خلل خلل زانا قوري لغة عرب جوهري رحمه الله لا صحح ده دفرمي خلل جمعي خلية دلال خلل جمعي خلية بكسري خبابكم الله هي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب آوت حليفيك أفرمي معنى كي أوي أفرمي تشيلانك بو أوك شمشيرك تيخست كوا بو بو جيجي شمشيركان وبلان منقش بو بالذهب خنجر دي من قديم جامع شمشير من دي ولولات ملان من تمنم كلي وزوتر خلشي قديم يا مثلا خو ابي بخش لقال خو ابي بخش لقال مليهم لك باكم شي خنجر في بكم من دالو مشكولبو او خنجرك هذا اللي تشلانك دابو او كيلانا كخنجرك يتلاش مشكله دي بيلنجي خلل زعما كيدتي خلل جات تشبيه كي اوايا دلي وكوتون غلافي شمشير شلا يا باكو دي كيلاني بيلان كيلاني شمشير كشمشير كدديني تشولا دلا أمن ضأم ديار ومملكة كميت خان مليبو كيسر وخاوة وإحساس ذكي الشمشير هانيك بن لكيلان در هاد من كيلانك بخالي كوتلو هجي تيانا بيت تيجيش دي مطلبك جاء أم جاء أو خلا أو خلا أو كيلانا بقول أمن خوم ديبوم مثلا إيوي باوكم أمي كي بيوبو زيري بيوانو بلان دورو بركي آوا بخواروا قلاقي كاني بونيسي لدرابو برشتي جواني لدرابو بوزينت تزبيان پیدا کردو اتو خو قدیم کاکا او پیاو قدیمانه کس خنجری پینه بو مثلا بودی و خانو بونه و پیاوان هر ونه کی نه بو هر پیاوی کول هله قدیم و دز بچکو او وخت کتفن گوش نه بو هر به شوخی دز به خنجر به منه بو باور قناعت به منه و کلویر مله من دال خو ما همیشه او باو کیمن او خنجری دانا و شانه که خوتو بیانی که پشتنکی ز پشتنی قدیمیان گریگری ده بس او سینا سی گری کا علامتي أم زرت بشتي به ششحو قريب بشتيني زود جواني عنده بس اي تر كد بشتينك هيدا بس راك بجر بشتينك هاكر عند أم سروي ديار بو قربان شتي كتابتي بو يعني حرب راسي قيافة جي بي جوان بو بلان چشيه كي كبوي خلق شراني بو قديم اي تر داد هاتني اقبام خنجرانا اكتلان كولا واردك البراستي او مشكله بو اما اللي لدى شايدك كمشخصة موحش حالو بيش كوتو زي الحال دوا كوتو كدوا كوتو بوتا شي بوتا نكرة أو تخصص بيوصف يا زي الحالك تخصيص بخوابة شي بوصف وكو
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا أما إتوش ما رأيتك اللي داو دقيق واي من صويك اللي داو بزا أم آياتا شماري هشتاونو يا كتابنا بلان دقيق أم آياتا بمجولة كلا كلا وتواني لسورة بقرة آية صويكا أول ما جاءهم رسولنا بابجان عيسى بك ولما جاءهم رسول بلا قيناك مدروسة ما إشكال بانت ثانية هل عيسى بك كي ولما جاءهم رسول أما أمان كاشتاونويا ولما جاءهم تي ديتوا يعني عيسى بك كي رسولنا أم كتابنا إتوش كتابنا نسويا رسولنا نال كتابك كتاب ولما جاءهم كتاب فلن بالله دقيقة وايا جاء من باشتباه شماري اعتك اللي داو الصويكي اللي داوران هشتاونويا اما لقراءتي 17 اللي تقنس لقراءتي شازا دوزي توا مصدقون او رسولك زافيرا او مصدقون او هاد مصدقون مصدقني لك ولا وايا مصدقون بلا مصدقون افلين او قراءتي 7 مصدقون هر حوتيان لو قراء برزانا بمصدقون خينوات بلا أما قراءتك مصدقنا جو اللي جاتشون دي قد فرمو التي كتاب ليرا كندا دبيتتي دبيت حال وايا باب زي الحال عفو حال بوبتي بوبا مصدقا وايا زورتك أم قراءتي ابن أبي عبلي بيدلا ابن أبي حبلا كقراءتك قراءتك شازة علماء دفرمون علماء بريشان آوا دفرمون أما دور إلى سرا مصدقا لرأي شيان دا محل شاهدي إمن يبالان باجاري أوي خوما مرين كمحل شاهد أبو يما ألين مصدقا حال الكتاب ديخو كتاب نكيري كذي الحال زي الحال نبي معرفة به بو تصيفتك أفرين شونك التخصيص نكيرا لمعرفة لك نزيق خاطوة باش رأي الشيكا كزمغشري لتفسيرك ذكريكا ذا لم مصدقا حالني لكتاب أي حال لفاعلي زرفك من عندي عند زرفي حقيقي لرده زرفي حقيقي خندو معنى كاسم متعلق با يستقروا ولا زرفا زميل مستتر لواقع ده دي زميلش بخوي معرفية وهيش شيء كتلانية أو رأي إشمان هذا أجا أو رأي به محل شاهدي من يوكات بلان برأيك أول محل شاهدي إيما يا تيم قشتي أما بو صف تخصيصي خوالبو أما كفرمي في قراءتي بظيم لقراءتين للقراء قراءتك وكو عرض من قراءتي ابن أبي عبليك قراءتك الشاز زولة تقنسيو أو إضافة يا تخصيص بسي بخواب إضافة وكو في 4 أيام سواء للسائل نسي سواء حالة لأربعة أربعة شوار شوار نكيرية بلان تشونك إضافة كراوة لو أيام تخصيص خوادة إشكالي تيانية تخصيصك بإضافة كراوة اللي ركانة دا أو وقع بعد في نياح زي الحال لدوان إن فيه واقع ببه قاعديك عمان هي يما الأدبيات العربية دا هر اسميك نكيرة واقع بو لسياقي نفيا يشبه نفيا وفي دي عموما يعني توابي أفرادك دا قدتواني لواقع دا أها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يعني بوني من دانيك واشرنا كوتوا كيما ولاتك لبين برين ويرانك إلا أوم ولتي أندراوتيا كتابي مشخصيا بيدراوة إتمام حجتيا لسر كراوة حقيا بوتبين بوتوانيا يعني بوني من موريد أغنية أما داني بوني من موريد أغنية أما لشوها ودجيري أو كان كريكا لسياق لسياق تيايا نفيا شو كان جملة كذا فلم نفيا وما علكنا إيسك هاكي من قريتين من كزائدة بوشي من التينسية شو كان من لدوا كلامي نفيا وأويك دو لدوا كلامي نفيا دو مجرورة كان كيلا بيت س مجرورة كفاعل بيا مفعول بيا شلما نبيت دي أوم قرية لرداء الأصلام مفعولي أهلكنا يا بابي جان يعني وما أهلكنا قرية آوايا
وام زمینه که بود چی دلیل داد بود چی دی نفیک دیت و دوباره یعنی کنکی رکه لکلامی نفیده مفیدی عامه مینه که آونده کش تا چی دیگه از دوباره لواقع دیت دیتر به توای معنا عمومیت که دت سپلی رکاند من قریتی بله سه شرطی هست اول یاد نوسی که دبلا کلامی نفیه بیت دو او اسمه که مجرور ده به من مجرور کرده به نکیره بیت سه ابه یا مفعول به یا فاعل به یا مبتدا به اشتی شیعانه بیت قریبه او که دوت سک یسی حالا که من کامه لیره ده ولها كتاب معلوم ام جمله واي حال يا فلين حال التي لا قريه قريه بوت نكيره بلا مفيد عامه وقلو لا قتمان نكيره اقل مفيد عموم بو تكريه ببيت المبتدا سي الحالش اقل مفيد عموم بو تكريه ببيت النكيره اشكالي ثاني مطلبك ورقت واضحه او بعد ان يالي دونه وكلا يبغي امرؤ على امرئ مستصله مستسلان خوين من حال لا امرؤون لكلام شبه نفيده او استفهام يا لدو اي بم توضيح لك كتم تجاوب بعد تجاوزنك هيتش كسيك لسر هيتش كسيك تجاوزنك كحالي وكصوابي استخفافي ترفك وترف بسوق دابنت او استفهام يا لدو استفهام واقع ببه وكوتي نحو يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل يا صاحي أصلك إيجا لا أصل ده يا صاحبي يا صاحبي نا يا صاحبون يا صاحبي شونك يا صاحب منادي وأنا كنكري مقصودة يا بلعمل لا أصل الله يا صاحبي يا اسمي منادي مضاف بربي متكلمة جاءت ترخيم تلاكلا أما قياسينية شو كم منادي مضاف أوانة شيء حج كامي كان ترخيم تلاكلا فقد التي لا ترخيم ذكرية لمفرد معرفة قبولا أما أم ترخيمها خلاف القياس يك اللي قال ذاك كلا صلاة أو قاعد أو شتي تلا لردا والله يبارك نظام شركة جيشية على بزور مهم نظام الشعري جيشية ألي يا صاحي هاي حاولكم رفيقكم هل حم عيش باقيا آية أرزي زناب الدكم حم يعني قدرة آية مقدر بوا جيانك ماندقار اشتوا بوا أصلا استفهمك استفهم من كارية جيان بوشي ماندقارة بوشي باقية بو جيانك ماندقار وبردوام مقدر بوا كاتو ببيني بو نفسي خد عذر ببيني في إبعادي هالأملة حالي رزم نبي أوكا أمل كان يزلي سبكي ليدور وخي أمل بمعنى آرزوا هاي إبعادي هاش بو نفس زيسيتها شون كنفس مؤنسة كاكي من شاهدي أما لسني بيتي أولا هل حم عيش باقيا باقيا حالة التي لا عيشون تعيشون زي الحالة دبيا معرفة بي أما شونك لدوا شبه نفيه وكي استفهاما إجازة في لدري هالوق لولا ومبتدا كالدوا نكلا وقراري دا قردتوان ديتوان بيتنكلا وهل فتن فيكم فما خل لنا دبيرتا لرجاء دقيقة وحالة ذكرت دوا أمانا وقد نكر نادرا من غير وجود شيء مما ذكروا مما ذكروا منه جاري وان نكيرة دكريت بنادري بكمي يعني زي الحال نكيرة درده ببي بو نشتغل معنا كذكر كرا أصلا وي أمانا يا دواك يا زي الحال يا تخصيص بخوا يا لدوا نفيه بي يا لشي بي نفيه بي زالي بتا نكيرة جاري واحد كامل لما نجنيا هاتوا وكو أم حديثي ظاهرا حديثك رغم قرقمة كيم لبيرنيا بلان بام لفزا بنوع اقلم لفزا لبخاري ده هاتوا
بلان بخدي أم لفظة ظاهرا لموطي إمام مالك هاتوا برحمة البيت على صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا أوي أول وش شينيا بلان وصلى وراءه قوم قياما أأوى أوي أوليا رسول الله زي الحالة من معرفة جالسا حالة التي لرسول الله ويا أوي أوليا أو برابر أصلا نسخكي يعني برابر نسخة أصلية كذي الحال ده بس بالمعرفة به باشا بلان وصلى وراءه قوم قياما لبشتري في غنبر وكوملك نجاخن ببيوا وظاهرا هل أم حديثة لبعرف في قيشة وكبيلين جاري محدثين باتفاق آراء ألن لا حديثة ناسخ ومسوخة باشا ناسخ ومسوخة وكل قرآن لا وأمزى باتفاق آرام اشتيجك كدلن دلن زانيني أو حديثانا كناسخ ومنسوخ كارك زور دشوارا وكسي كزور لم بابت دا شار زابوا شافعي چونك حديث من هي تصريح دكابة وكي إمام ببيون يجيكر خلق ببيون يجيكر هيقا بدان شنو إمام يجيكر بدان شنو إمام الشافعي رحمه الله فرمي أو حديثة منسوخة أمش ظاهر أبا من استخبطه عنه جل يا كبيغمبر يخوى بدان شنو يجيكر لا نخوش كيدا بلام بيوان خلقانك لدوائيوه ببيون يجيكر يعني ما دبت الناسخ بوي بيشوك أبا من هدلا أرى إمام الشافعي إخوي ديوما شاهد يكنسا قومنا كاكا زي الحالة نكيره دقتك ندوك ندوك وتو وايا نتخصيص خالدو قوم قيام لبنايتي نكلامك نفيها نشبه نفيشا هاتوشا وايا مطلبك والقرد دواتر وسبق حال ما بحرف جرة قد أبو بيشكوتني حالك كوا بسر زي الحالك ده كبا حرف زر زي الحالك مجرور ببيت قد أبو علماء نحو إبان كردوا أما حالك كبا حرف زر مجرور ببيت بم قيد أبو شي من حرف زرك زائد نبت إيقا زائد أبو إيقا زائد أبو إيترا وا باتفاق علماء درستا بيشكوي حال بسر زي الحالك كمجرور بحروف زائد توي مثالك يبو نسي وكو ما جاءني راكبا من أحد ما جاءني راكبا من أحد ما جاءني راكبا من أحد نسيت آها ليه ردادي قدك شنك من زائدة لكلام من فيها يتاولتي أو درس حالك بس لا بيشكوت أو اتفاقي وشي شيء تاني بلان أمان كذلك حال ناكد بسر زي الحالة كابيش كيف حرف جر مجرور به يعني حرف جر به كزائدة نبت إن أجا زائدة بو قيناك شاشية تدانية كسبقها ما جر بإضافة إليه يا لنسخيش كلا بإضافة إليه هر وكو بيشكوتني حال منع بسر زي الحالة كمجرور بو به آه ها بإضافة حال رزم لبي أوكل درسي بعد دا ديخوين نوان ألبت هندي مطالب ماوا حال درسي بعد دا بإشارة فيه وكين شونك همو ما بتاونا بيسته ابن مالد فلم ولا أمنعه من مانعي أن بيشكوتنا نيم بعض الحال بحرف درج مجرور به حالت وانا بيشكوت إفاقا للفارسي وابني كيسانا وبارحانا أماش رأيك موافق بو أبو علي فارسي وابن كيسان وابن برهان فقد ورد في الفصيح قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس تأويلات وتوجيهات غلط بلا تنظر بما تكلدو مثلا كافيان لرداء بمعنى مانعا معنى كدو توانا يتر اشتهاي سير سيريان كدو بلان لرداء كندا شايرك رسل أوي برابر رأيك ابن مالك كافة كاكي من حالة كوازي الحالة كي للناسية بتيجي من جلوبها بحرف جر
أم نوع بيش كوتنا بلا ابن مالك وكوم الله إشكالي تانية ولمنا لا شيء جدا دينوان وقال الشاعر إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فما طلبها كهلا عليه شديد براسي جوانا بياو كاتك مروءة مردانجي لجوانيدا ماندويكا واقعا چونك إنسانان با مروءة إنسانان با شخصية هميشه ماندون بشوخي بدس خلقه وقتك بياو ماندويكا مروءة مردانجي لجوانيدا دیو یعنی نتوانه لبر جوان مردی که ایزور کرد که نتوانه بازور شویم چه نتوانه لازور شون شرکتی بیاد لبر مردانگی که دیف مطلبها حاکب و مرؤد تعالی دی عزیز جناب دکم طلبی مرؤد لو شخصی لدورانی پیریده زورتره لدورانی پیریده دی به کبرت بکه رعاتي زورتر دقتي زورتر شخصيتي زورتر اما شاهديك اما لسات يكاكي من كهلنا كحالة حالة التي ألن عليه دي على حرف جرو ايوانيا مجروري كدوا بس حالة لو عزيزنا بكم لو هي كبتي مجرور بوا عزيزنا بدكم بعلى عمل مجرور به إتر والله نازنم أمشير فلاني بقران نازنم إيشي أوش نازنم والله هو شو منه وبينوسم إذا المرؤود وجود أخوان ريتواني أم نكتب لينو وقتك تواوا شو كشتي كم ما وفريانا كون بود بلهم هموي لقال أوكي كاب وتكمل لكم إن شاء الله لسا إذا المرؤود بخواني نواني أرضي زناب دكم دو جور خوينوي هيا يشان إذا المرؤو زور تاكا تشبا رفو يخويني تشبا نصف يخويني دلال باب اشتغالة أقل أرضي زناب دكم مرؤو بفرفعو يخويني ألين فعلك مقدر أرضي زناب دكم مرفوع كدو مثلا عيّة بما بي يا مجرد كيتي دقيق نازانم نايزا زفر مبا تماشاش أفلا لغة تبكم زا مجرد أعياتي بلا عيّة بلا عيّة پس با 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 بچی مجروره با مرفوع عفو با فعل مقدر كعيه يعني عيل اذا عيل المرء اعيته اوي با بجن اما بنسبش خندراو تاني الان اذا المراه او كتب تقدير هر اعيائك كلفظ خويت الان اذا اعيت الاوي اذا أعيت المرأة المروءة آوة أقرب نسبخ بخوينيواني لجنس أعيته فعل مقدر ذكي أقر برف أو إخويني دلين فعلك كبو متاوعي أعيابا كارده إما دلين أعيته فعييا ما عندهم كرت ما عندهم إن شاء الله أولا ترسي بعد ذات توضيحاتي كمان ما هو